تبع النساء نوعا من الكحل، وهو خط رفيع جدا فوق الرموش في العين، ولكن يرجح في هذا الكحل المسمى مخطط العين أو كحل سائل أنه يمنع وصول الماء إلى تلك البقعة الصغيرة، فما الحكم حينئذ بالنسبة للوضوء والطهارة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا ثبت أن هذا النوع من الصبغ الذي يوضع في رموش العين كما ذكرت السائلة ليقوم مقام الكحل، إذا ثبت أنه يتجمد ويستر الجلد ولا يصل الماء إلى ما تحته، فإنه لا يجوز بقاؤه لأنه يمنع وصول الماء، يعني لا يجوز بقاؤه وقت الوضوء ووقت الطهارة، لأنه يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فيكون ما تحته لم تصبه الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، وأمر بإسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء معناه إتمامه بحيث لا يبقى شيء مما أمر الله تعالى على بغسله إلا ويصل إليه الماء. فإذا وضع حائل على محل من أعضاء الوضوء يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فإنه لا يصح الوضوء، لأنه يبقى جزء من العضو لم يصل إليه ماء الطهارة. فعلى هذا لا يجوز استعمال هذا النوع من الكحل الذي يتجمد على رموش العينين على الجلد يمنع وصول الماء إلى ما تحته، مثل المناكير التي توضع على الأظافر فإنها تتجمد وتمنع وصول الماء إلى الأظافر، فمن توضأت عليها هذه المناكير أو هذا الكحل الجامد فإن وضوءها لا يصح لأنه لم يتم. فعلى النساء أن يحذرن من ذلك. نعم.